دكتور عصام، هل في استعدادات معينة، إجراءات معينة، احتياطات معينة للإنسان علشان يمر الشتاء كده بلطافة؟ اللي هي الاحتياطات لحياة صحية سليمة بصفة عامة، الاهتمام بمناعة الجسم عن طريق التغذية السليمة، الأطعمة والمشروبات اللي فيها فيتامين سي زي البرتقال والليمون، الغذاء المتوازن اللي فيه كل المكونات الغذائية. الحاجة التانية التهوية السليمة، يعني ما يبقاش مكان مقفول ويبقى فيه واحد مريض طول الوقت قاعد يكح ويعطس. نهتم بالتهوية السليمة، نهتم بساعات النوم، بممارسة الرياضة، النظافة العامة، وخصوصا غسيل الأيدي. غسيل الأيدي بطريقة سليمة على الأقل من 15 ل 20 ثانية. كل الحاجات دي بتؤدي لحياة صحية سليمة في الصيف وفي الشتاء. مش بس في الشتاء وفي الصيف أيضا.